Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Speaking, I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on her. I think it's hard. سلام بنات كليرين، صعب على باش عليكم. المهم هاد لي طابل هادو غادي نديو باش يصبو مول اغيغ، و غندي هاد الطوبلات هادو الصورة تكرسو من جناب. دونك او لي جيغ سنتي هادشي يتعاود. كاينين هادو حتى هما، كاين هادي، هادو كاع كرفسين، كاين هادو صافي. هادو معاهم جوج جناب ديالهم، جوج كبار و جوج صغار. ايوا صافي ضروري عندنا وين نديرو. كديرين صافا اش كتعاودو. المهم ذكرى مولاي النبوي الشريف، طال عليكم بالصحة والسلامة، وباش ما كنتمناو يا ربي. انا اليوم الثاني ضربت بواحد النعسة هاد العشية هادي، الله ضربت بواحد النعسة البنات. حقاش عييت الصباح، جبت دوك الحوايج ديال البرد وداكشي ورديت الاخرين. المهم راكم عارفين ديك المرحلة ضروري منها. صافي تسكيت شوية هاد العشية وقلت نهبط هنايا نكمل الخدمة، نقص عليا عاوتاني واحد شوية، بما انني صيفطت الطوابل كاملين غادي يتصبغوا، يعني خوالي هنايا لاسباس. هاد البوفي هذا غادي يخرج ان شاء الله نهار الجمعه، دونك مزيان تصوي خوالي لاسباس. غادي نزيد نلقى فين نخدم اكثر. المهم غادي نصور نخليه هنا ولا ندوزو واقيلا تما، والله ما عرفتش نشوف واش نخليه في بلاصتو. بلي وكرا نخليه غير بلاصتو، عرفتو علاش؟ حيت غادي يخصني نهار الجمعة نخرجو نخدم بيه. دونك وكرا نخليه غير بلاصتو ونجيب طويبلات خرين اللي بقاو ليا لهيا، ودوك جوج ديال لي زونسومبل لي تما نحطهم هنايا، نحكي لها شوية الأرض. صافي هذا معكان، وندوز نشوف شنو نقدر ندير في الجهة الأخرى باش إن شاء الله يبقى ليا غير الكوزينة وهاديك البيت. صافي البيت لي على اليمين لي فيه تاهو ستوك وداكشي، دونك غادي نحاولو تاهو نحيدوه باش هكذا نتهناو من هاد السطاي ديال هاد لاتولي وروينتو. شوفو ديك الساعة إن شاء الله شنو غادي نديرو من بعد. المهم أنا هبطت معايا الديسير ديالي، تصاوبتو كبيرة صراحة بالبدا بالحق، ما زعما منقدرش ناكلو. المهم درت هكا غير شوية التفاح وبنان وهذا، واش كنسخف التفاح والبنان وشوية الرمان. صافي وشفت الكراميل زوقتو من فوق وخلاص درت دارون من تحت. هدا مكان خليكم معايا، خليكم باش تونسوني وتعطيني الحيوية والنشاط باش ما نعكش. المهم هانتوما البنات، دابا الساعة 10 بالليل، يلا ساليت. صراحة ما قدرتش نكمل كلشي. المهم تبارك الله راني حيدت واحد شحال نقدر نقولو 50% وباقا 50%. المهم هانتوما جبت هاد الطوابل حطيتهم هنايا، هادو لي زاكسيسوار ديالهم حتى الصباح ان شاء الله نردهم. هادوك لي زاكسيسوار ان شاء الله الصباح نديرهم هنا فهاد الجهة. هاد لاجونطي هادي بغيت تنشف شويه مع مسحتهم مزيان.
هاتهما، هادو تا هما مسحتهم. فوالا كاين داك الضو، علاش كيبان بحال هكا؟ المهم هنايا ها كيفاش ولنا. دابا العشرة، وين العشرة؟ شوفو العشرة قسمين. هانتوما تقولوا لي فين درتي البيرو؟ اهودا. المهم هذاك خصني نتفكر نشري ليه واحد الكاش بريز باش ما يبقاش هكا الشيء، داك الشيء هكا كبير. انا راني جففت، هنا خليت غير واحد صافي. هاد الكراسه صافي ما ندخلهم. المهم باقي لي الكوزينه وهاد البيت هذا. هانتوما هذا باقي مرون، وهنايا داك البيرو واخا باقي ما كملتوش. الصباح ان شاء الله نظرف هذاك الشيء اللي فيه، نعاود نرتب هاد الشيء اللي هنايا، نرتب هاد اللعيبات الكبس. هداك ضربت عليه تا هو بواحد الفركه، كان موسخ حالتو على الغبرة صافي. وهنايا ديك المرايا صراحة غير هي درتها تماك هكا نشوف بها راسي. درتها هنايا بيرو، ان شاء الله قلت لكم غادي نستفو. هذا واقيلا يا اما غادي نديه لهيه ولا نخليه هنا، غادي نشوف شنو غادي ندير. وهذا مكان يا البنات، نطلعو نستريحو شوية حتى الصباح ان شاء الله ونكملو. صباح الخير، كي صبحتو لاباس عليكم؟ ما تدوش على الجمال الرباني ديال الصباح. المهم قلت لكم البارح غادي نهبط باش نرجع هادشي هنايا، زعما القابوس في كل حاجه بلاصتها. بالحق هاد لي زاكسسوار غادي يخرجوا، واحد السيد بغاهم غادي يخدم بيهم. كنطلب ليا لي طابل البيضين دوك اللي كيكونوا هنايا اللي فيهم هادوك الرشمات من هنا. بالحق قلت ليه راه خارجين هادوك، صيفطتهم باش ماشي خارجين، صيفطتهم باش يتصبغوا مع الماتيريال اللي وريتكم. دونك غادي نعطيه غير لي زاكسسوار وصافي، غنجمعهم ليه دابا ونقص عليا الخدمه. قليل غير شي حاجه قليله باش نستفى ونطلع نكمل شي حاجه عندي في الدار، عاد نهبط هنايا. ها انتم البنات، ساليت اخيرا واخيرا ساليت هاد البلاصه هادي. تنقات قادات كما قلت لكم، هاد لي زاكسيسوار صافي راه جا السيد داهم صافي. هادو ستفتهم هنايا حيت كيف ما قلت لكم غنخدم بيهم غدا ان شاء الله، باش يجيوني ساهلين من بغيت نجمعهم. وهادو درتهم هنايا، هادو يعني ماشي بلاصتهم هاد لي زاكسيسوار، ولكن حطيتهم باش ميبقاوش هكا مرونين. وهاد البلاصة كيما قلت لكم غنخدم على الكاش بريز هنا ان شاء الله. وقيلا غادي نحط واحد الطبلة عندي لهيه، المهم تنشوف واش غنحطها ولا لا. هاد الطبلة هادي اللي قلت لكم غادي نحط، المهم البيرو ما كيديشوش الصراحة. الطبلة اللي قلت لكم غنحط هي هادي، وقيلا غادي نديها تما هاديك البلاصة. المهم تقول لي نتوما شنو بان ليكم، غنديها نحطها تما باش الا جاو ان شاء الله الطويبلات اللي مصبوغين نص نديرو هنايا ونص نديرو فهاد العشوب هادي. ديرت على داك الجفير فوالا، هادشي اللي كاين. المهم تسلم معاكم الفيديو ديال اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات قادمه بحول الله. ما تنسونيش من لي لايك ومن البارطاج.